صورني صور لك الكشيرة. السلام عليكم. باهي كيف ما تشوفوا تو عندنا استح. باهي اليوم مش نحكوا على الشاطئ. كيف ما تشوفوا تو الشاطئ اي انسان نورمال ولا اي واحد بيشوفه في ايطاء بون ايطاء صلب ومريقل وكل شيء مريقل. زاد كان على لي تونشيتي اللي هي حاجه اوبليغاتوار. باهي هنا عندنا غلطه كبيره اللي هي كانت نجمو تركزوا شوي. باهي الميزيب هذاك عندنا الميزيب هذاك عندنا الميزيب هذا. باهي يعني شنو عندنا في الدار؟ عندنا كات فاص. باهي عندنا الفاص برانسيبال وعندنا الفاس على اليمين على اليسار وظهر الدار الثاني. باهي بالله باش ننصح نصيحه المقاوليه ولا اي انسان باش يخدم دار اليوم تاعو باش يعمل الشاب. طول هنا عندنا الميزيب الصلب هنا عندنا الميزيب باش خرج الماء يعني في الفصاد. يعني بعمرك ما تعمل الميزيب نتاعك في الاكستيريور نتاع الشانتي وجه الدار. يعني هذه تو غدوه كي باش يصب عليها الماء يعني باش تولي منظرها حموم معك التربه معك المطر باش تولي منظر اللي فيها حموم في وجه الدار. باهي حاول ديما باش تمشي الصلب نتاعك في بلاصه ثانويه يعني الفاص الثانوي اللي هو يكون ديما بعيد ظهر الدار بلاصه بعيده. فهمتني؟ وبار اوبليغاسيون تكملوا لي تونشيتي نتاع السطح نتاعكم القافون السطح. فهمتني؟ يكون مخدوم خدمه متقنه. وماذا بيكم تخدم على شركات في لي تونشيتي تعطي الجارونتي راه مش الناس الكل تخدم لي تونشيتي. والسلام عليكم. سكر.